مساء الخير مشاهدينا، بداية الأخبار الاقتصادية مع العناوين. وزير الكهرباء 918 مليون يورو لإنشاء وإعادة تأهيل محطات التوليد في عدد من المحافظات. مجلس الوزراء يحدد سعر مبيع بذار الشوندر السكري للفلاحين بثلاثين ألف ليرة للكيلوغرام الواحد. أهلا بكم. أكد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء في حديث خاص للثورة أونلاين أن قيمة المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها والموزعة بين إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات تصل إلى 918 مليون و450 ألف يورو. وأشار وزير الكهرباء إلى أن العقود التي أبرمتها الوزارة مع عدد من المشاريع الصديقة المختصة في مجال إنشاء وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية هي محطات تعمل على الطاقات المتجددة وتحديدا الشمسية وأخرى على الوقود الأحفوري، منها إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة حلب باستطاعة 400 ميجاوات، وإعادة تأهيل محطتي محردة باستطاعة 576 ميجاوات، وإنشاء محطة الرستين في ريف محافظة اللاذقية، ومحطة وديان الربيع العاملة على الطاقة الشمسية في محافظة ريف دمشق باستطاعة 300 ميجاوات، والمحطة الكهروشمسية المباشر بها في محافظة حلب باستطاعة 33 ميجا وبتكلفة 36 مليون يورو. ذكر الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة أن القانون رقم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة خطوة مهمة في مجال استكمال وخلق البيئة التشريعية الداعمة والمشجعة للاستفادة من مصادر الطاقات البديلة. وبين علي أن القانون يسهم بتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة المعتمدة حتى عام 2030 وتشجيع المستهلكين على التوجه نحو هذه الطاقات المتجددة. ولفت علي إلى أنه وفق القانون سيقدم الصندوق الدعم المالي لمستهلكي الطاقة الراغبين بإقامة مشروع للاستفادة من المصادر المتجددة عن طريق تقديم قروض دون فوائد أو من خلال تغطية الصندوق لفوائد القروض التي تمنحها المصارف لتنفيذ تطبيقات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الصندوق سيدعم كل أنواع وأنماط الطاقات المتجددة شمسية وريحية وحيوية، لكن سيتم تحديد المشاريع التي سيدعمها في كل قطاع من القطاعات المستهدفة بما يتلائم مع طبيعة كل قطاع ونشاطه. وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من بذار الشوندر السكري المستورد العروة الخريفية لموسم 2021-2022 إلى الفلاحين بمبلغ 30 ألف ليرة سورية. وبيّن الدكتور بسام سليمان المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار أن القرار أتى لضرورة تحقيق الاستقرار بزراعة الشوندر السكري وتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول من بداية الموسم ودعم المحاصيل الاستراتيجية بما ينسجم مع التوجه الحكومي. وأضاف سليمان أنه تم استيراد 47 طنا من بذار الشوندر متعددة الأجنة وعالية الإنتاجية والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وهي متوفرة حاليا في المصارف الزراعية في الغاب، وذلك لتنفيذ المساحات المتعاقد عليها لتشغيل معمل سكر تل سلحب. تتراجع تربية الثروة الحيوانية في محافظة طرطوس، والسبب عزوف الكثير من المربين عن تربية الحيوانات أو حتى المداجن، وهو ما انعكس سلبا على المواطنين بقلة وغلاء المشتقات الحيوانية بكافة أصنافها. أنقذوا قطاع الثروة الحيوانية من الفناء هي استغاثة مربي الثروة الحيوانية في محافظة طرطوس، فمشاريع تربية الأبقار أو حتى المداجن لم تعد مجدية لأن تكاليف التربية تفوق الدخل، ليقع المربون فريسة عجز جعلهم يستسلمون ويتخلون عن مشاريعهم الصغيرة. نتيجة ارتفاع العلف صارت الكلفة عالية جدا، بلشت نقع بعجز وخسائر،
انخفض العدد القطيع ل 30، وخلال فترة قصيرة شهرين أو ثلاثة بنطلع من الخدمة نهائيا. ظروف صعبة، علف كلفة غالية جدا جدا جدا، ما بتناسب ما بين عامل التحويل والدخل. نتيجة غلاء هذه المستلزمات الإنتاج وتأمين المحروقات، ففي مربين كتير خرجوا خارج الخدمة، وبالتالي صار عدد كمية الفروج المربات ضمن مثلا المحافظة أو المحافظة قليلة، لذلك أنه انعكس سلبا على المواطن، وصار أنه صار الفروج غالي نتيجة ندرته أو قلته بالسوق. ظروف الحرب والحصار الاقتصادي كان لها تداعياتها على قطاع الثروة الحيوانية، ولا سيما لجهة تأمين المواد الأولية لصناعة المواد العلفية، وبالتالي الغلاء الفاحش للأعلاف وعدم توفرها، ناهيك عن واقع المحروقات والكهرباء. ظروف صعبة تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عبر مديرياتها في المحافظات على التخفيف من آثارها وتقديم دعم يبقى خجولا نظرا لصعوبات وغلاء مستلزمات تربية الثروة الحيوانية. يبلغ عدد الأبقار في محافظة طرطوس حسب الجولات الإحصائية 36,031 رأس، موزع على كامل مناطق المحافظة. تقوم مديرية الزراعة بتأمين القشات والكفوف والأميال وتقوم بتوزيعها للفنيين البيطريين الموجودين في الوحدات الإرشادية من أجل القيام بتسليمها لتلقيح الأبقار مربي السروي الحيوانية. تقوم مديرية الزراعة بتقييم الدورات العلفية من صويا وذرة وانخالة الى اصحاب هذه الدواجن من خلال الواقع الفعلي للعدد المربى، كما تقوم بالجولات وبالتحسينات الوقائية لقطاع الدواجن من خلال الفنيين البيطريين الموجودين ضمن الوحدات الإرشادية. اهم ميزات القرار 90 انه تم تخفيض المسافة المطلوبة بالنسبة لمزارع الأبقار الى 200 متر عن تجمعات سكانية، و 300 متر بالنسبة للمداجن، بينما كان سابقا 500 متر للمداجن. تشكل الثروة الحيوانية في محافظة طرطوس والتي تعد بمعظمها تربية منزلية مصدر دخل وأساس معيشة الكثيرين من المربين الذين يعتمدون ليستمروا بتربيتهم على دعم كبير من وزارة الزراعة لتنهض مشاريعهم من جديد وتقلع عجلة الإنتاج لتغطي احتياجات الأسواق المحلية بأسعار مقبولة من المشتقات الحيوانية بكافة أنواعها. ختام النشرة الاقتصادية وعودة إلى السياسة مع نزار. شكرا.